اهلا وسهلا بكم مشاهدي متابعي قناة شوف تي في. فضل الخبر العاجل والمباشر، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 124 حالة اصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة 10 صباحا من يومه الجمعة، ليرتفع العدد الاجمالي لحالة الاصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة الى 3692 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 19124 حالة مستبعدة، وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن وفق المصدر ذاته 478 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة للأسف الشديد 155. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخلاط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. أعيد وأكرر مشاهدي قناة شوف تي في أن وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 124 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة 10 من صباح يومه الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 3692 حالة. وأعلنت الوزارة كذلك على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 19124 حالة. أما الحالات التي تمثلت للشفاء من المرض حتى الآن ولله الحمد فقد وصلنا إلى 478. أما الحالات التي توفيت بسبب كورونا فللأسف الشديد وصلنا إلى 155 حالة وفاة. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.